الوزراء، كان شوكات سيد رئيس الوزراء التصرف اللي اتعدى على الاراضي الزراعيه خلال هذه الفتره البعيد. طبعا من خلال هذه التوجيهات تم تشكيل غرفه عمليات وزاره الزراعه والصحه الاراضي من خلال الاداره المركزيه لحمايه الاراضي وادواتها في وزاره الزراعه المختلفه. طبعا عشان فتره البعيد بتبقى اجازه طويله، واحنا لما رجعنا السنين الماضيه لقينا ان اكثر فتره بيتم التعدي والبناء على الاراضي الزراعيه في خلال هذه الفتره. عملنا حصر وكان في ازالات فوريه، كان الحصر تم التعدي على 51 تجار و7 عراريب و14 سهم بحوالي 982 حاله. تم الازاله الفوريه ل 262 حاله من ساحه 23 تجار و 982 حاله من ساحه 51 فدان و7 عراريب و14 سهم. تم الازاله الفوريه 262 حاله بمساحه 23 فدان و8 عراريب و10 اسهم. وايضا تم الازاله لتعديات على اراضي سابقه ل 8 فدادين و5 عراريب و18 سهم ل 174 حاله.